يلا نولع الليلي والدنيا تسمعنا. عاجل زواج أنجي خوري من شيخ في دبي تنهار في بث مباشر بعد تسريب الخبر، خافوا الله. صدمت الفنانة السورية أنجي خوري الجمهور بكشفها عن ارتباطها برجل دين شيخ، وذلك أثناء تواجدها في دبي. أعلن أنجي خوري عن هذا الخبر المفاجئ كان أثناء ردها على انتشار فيديو مخل لها وظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي مدافعة عن نفسها ومؤكدة أن لا علاقة لها بهذا الفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه. وظهرت أنجي في الفيديو لتوضح الأزمة التي مرت بها بعد تسريب فيديو مخل لها، وقالت إنها كانت في دبي وكانت مبتعدة تماما عن السوشيال ميديا، مضيفة أنها كانت مرتبطة برجل دين هناك، قائلة بدبي ما عملت شي، كنت مصاحبة شخص شيخ وما أظهر على مطرح وكتير كنت خاف أصلا. فهم أنا 9 أشهر اختفت عن السوشيال ميديا، تركوني بحالي تركوني بحالي بترك. ومن ناحية أخرى كانت ردة الفنانة السورية أنجي خوري على أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، وذلك بعد انتقاد الأخيرة لصورتها التي كانت نشرتها سابقا وظهرت فيها برفقة النجم اللبناني. وتداولت عدة صفحات فنية مقطع فيديو لخوري ظهرت فيه وهي تهاجم أنجيلا وقالت أنجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك، كمان رح تلتجئي للقضاء؟ أنجيلا حياتي ما كون أنا سبب. وأضافت خوري مش معقول الغيري ما عم صدقك، بس بتعرفوا لو أنا محلة يمكن كنت غرت وفقعت. وختمت خوري الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية وائل الأخيرة البنت القوية. هذا وكانت عادة حياة الفنان اللبناني وائل كفوري لتتصدر حديث المتابعين مؤخراً، وذلك بعد ظهور فتاة جديدة في حياته. وفي التفاصيل فقد نشرت النجمة السورية المثيرة للجدل أنجي خوري عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صورة تجمعها بوائل كفوري، وأعربت من خلالها عن اشتياقها لأيامها مع بعض. وأثارت صورة أنجي ووائل ضجة واسعة بين المتابعين الذين تداولوها بشكل واسع قبل أن تقوم أنجي بحذفها وتساءلوا عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمعهما. ومن ناحية أخرى وبعد تأرجحها بين بغداد وأربيل في العراق إثر ترحيلها من لبنان وسجنها في سوريا ودخولها في نفق الأزمات مع عدد كبير من الناس، كشفت معلومات خاصة لموقع الفن أن المغنية السورية أنجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله مهددة بالترحيل من العراق بعد مشاكل تسببت بها هناك بعد أن خاضت غمار العلاقات من أبوابها الواسعة وحققت ثروة صغيرة، لكنها لم تتوقع أن غيرة البعض عليها ممكن أن تطيح بها وتخرجها من هذا البلد الذي لجأت إليه.